السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده معانا فيديو جديد، والنهارده معانا سيده مبدعه جدا، مبدعه فعلا بمعنى الكلمه، مبدعه في كل افكارها والحاجات اللي احنا كنا بنشوف ان هي ممكن تكون كراكيب او حاجات نستغنى عنها او ملهاش اي لازمه. تقدروا ان انتوا ان شاء الله بافكار من الفيديو تحولوها لديكورات جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده البيت بتاعها، وكله افكار ديكورات حلوه قوي. كل الحاجات اللي موجوده اللي انتوا شايفينها دي هي اللي عاملاها بايديها، من حاجات كانت فعلا ملهاش اي لازمه وخلاص هتستغنى عنها، بدات ان هي تحولها لديكورات وحاجات جميله قوي. بدل ما تروحوا تشتروها بفلوس كتيره جدا جدا، تقدروا انتوا تعملوها بايديكم. بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم والكومنت الحلو، وطبعا كمان الاشتراك في القناه لو كنتوا اول مره تشوفونا، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات اليومية اللي ان شاء الله ننزلها. زي ما احنا شايفين كده ده المنزل بتاعها، كله ديكورات وافكار جميلة جدا. واول فكرة حبينا ان احنا نبدأ بيها هي فكرة هنا الفوط، لما تكونوا حابين ان انتوا تحطوها بشكل كده حلو وبشكل جميل، هي عملتها من فوق هنا بالعكس كده وربطتها بممكن بوردة او بقطعة من السلك، وبدأت تحط الفوطة جواها، يعني زي علاقة كده جميلة للفوطة، وكمان تعملوها بقى بلونين وشكلين مختلفين هتدي معاكم شكل حلو قوي. تعالوا نشوف الافكار اللي عندها. اول حاجة هنا دي المشاية اللي بتبقى موجودة في البانيو عشان تمنع ان حد يتزحلق او كده، فبدأت ان هي تجيبها هنا وعملتها على الجار ده او الكاس ده، وعملتها كمان باللون الذهبي. فكرة حلوة قوي لو انت عندك كمان القطعة المشاية دي وخلاص هتستغني عنها وهتجيبي واحدة جديدة، بدل ما ترميها ممكن تعملي منها فكرة ديكور حلوة كده. هنا كمان دي برضو الكور الخشب، ممكن تعملوها بكور الفل او اي كور موجودة عندكم. الحاجات بجد اللي هي الكور او الحلقات والحاجات دي بتتباع بمبالغ عالية جدا جدا جدا، وبتبقى معمولة كمان من المعدن او من حاجات تقيلة، لكن انت ممكن بفكرة بسيطة هي عملتيها من حاجة خفيفة، كور موجودة عندك مش مستغنية عنها ومش هتستخدميها، تقدري ان انت تحوليها الفكرة دي. كل حاجة بالسبراي، تزينيها بالاسترسات، تزينيها بالالوان، هتلاقي في الاخر طالع عندك شكل حلو قوي. زي فكرة هنا كمان الكاس ده، عملت الجزء اللي تحت باللون الذهبي وحطت فيه من فوق المكعب ده كده، وعملت عليه كمان الريشة الذهبي في الاشكال دي، فراشات وورد وحاجات كتيرة قوي تلاقوها في المكتبات او المحلات اللي هي بتبيع الحاجات الهاند ميد والديكورات، تقدروا برضو ان انتوا تجيبوها وتزينوا بيها اي قطعة موجودة عندكم. هنا كمان استخدمت العواميد اللي هي الفل دي، وبدأت ان هي تلفهم كده على بقى اي علبة بلاستيك عندك او برطمان، وعملتها كمان باللون الاسود، ممكن تطعموها بشوية كريستالات كمان، يعني شوفوا فكرة برضو بسيطة قوي لكن في الاخر عملت فازة قيمة وشكلها حلو قوي. هنا برضو عندها دي بولة، وهنا دي ممكن القطعة اللي تحت اي بقى قطعة بلاستيك موجودة عندك او قطعة معدن، تقدر ان انت تعمليهم مع بعض، وهنا زينتهم بالاسترسات وعملتها كمان باللون الابيض عشان يبقوا الاتنين لون واحد كده ويبقى كلهم شبه بعض، وحولتها كمان لستاند شمع برضو شكله شيك. هنا زي ما انتوا شايفين الجار اللي موجود عندها مكسور من فوق كده، وممكن برضو ان هي تستغنى عنه ما تبقاش محتاجاه، لكن بدأت هنا ان هي تحط الكور الفل دي وعملته كله باللون الاسود، وطبعا الورد لما حطيته جواه كده وعملته زي فازة دارة كل القطع المكسورة اللي فوق. ممكن لو انت حابة تستخدمي حاجة زي كده اصغر شوية تعمليها شمعدان مثلا، ممكن الجزء اللي فوق ده لو هيبقى ظاهر ممكن انت تغطيه مثلا بشريط من الاسترسات او بكريستالات كده صغيرة، بحيث ان انت تكوني داريتي كل الجزء المكسور او المشروخ اللي عندك. هنا برضو كمان دي كوبايات كده او كاسات، وعندها كمان هنا البولات الصغيرة، بدأت برضو ان هي تعمل استاند او شمعدان زي الفكرة اللي احنا شفناها اللي فاتت اللي كانت عاملاه باللون الابيض، هنا عملته باللون الذهبي، وكمان شوفوا ان هي عملت حجمين مختلفين، يعني واحدة قطعتين فوق بعض والتانية قطعة واحدة عشان يبقى برضو فيه تنوع في الاشكال اللي موجودة عندها، ميبقاش كله شبه بعضه. دي الحلقات اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بتبقى معدن وبتشتريها بمبالغ كبيرة جدا. هنا كان عندها حلقات ملونة زي العاب الاطفال كده، بدأت ان هي تجيبهم وتعملهم بالسبراي اللي هو لون واحد كده علشان طبعا يبقى اشيك، وحطيتها كديكور عندها برضو في الترابيزة بتاعتها، برضو فكرة جميلة قوي. هنا كمان زي ما بقول لكم استخدام الكريستالات، هي هنا بدأت تغلف كل الكاس اللي موجود عندها او الجار بالكريستالات، بيبقى حلو كمان جدا لو حطيتي جواه اضاءة او شمع، بيدي كده لمعة حلوة الكريستال مع الاضاءة، فبرضو فكرة حلوة ان انت تستخدميه شمعدان او فازة.
هنا برضو كمان بتستخدم الكاس اللي موجودة عندها، زي ما قلت لكم تبدعوا بقى بالحاجات الزينة اللي انتوا بتستخدموها. هنا استخدمت مثلا الشريط اللي هو الفضي ده، وبدأت تغلف الكاس اللي موجود عندها، واستخدمته شمعدان للشمع الطويل. ممكن كمان تقلبوها على العكس، يعني تخلوا الكوباية هي اللي تحت وتحطوا جواه ورد، بتبقى برضو فكرة مميزة وحلوة قوي لفازة شكلها حلو. زي ما قلت لكم في الريشة هنا كمان، دي برضو الفراشات هنا بدأت ان هي تحطها على الرنج بتاع المنديل بتاع السفرة او فوطة السفرة، عشان تخلي شكل الرنج بدل ما هو سادة كده يبقى شكلها في حركة وشكلها حلو. فاستخدمت الفراشات دي وحطيتها عليها، برضو حولتها لشكل مختلف. زي ما شفنا في اول الفيديو كان عندها على الترابيزة بتاعتها البولة ديت كده، كانت حاطة جواها ورد، هنا المرة دي حاطت جواها شوية من كور الخيوط. يعني تقدري ان انت تغيري من شكل الانتيك نفسه اللي انت عملتيه، تقدري تغيري من الحاجات اللي انت بتستخدميها بقى جواه، وتخلي كل مرة شكل مختلف بألوان مختلفة. هنا برضو فكرة بسيطة قوي، الكور هنا او الدوائر اللي هي باللون الاسود دي بدأت ان هي تحطها على الازاز عادي، مفيش اي تفاصيل تانية، بس شوفوا قد ايه بقى شكلها حلو وشكلها مختلف عن الشكل السادة او التقليدي بتاع الحاجات الازاز دي. هنا برضو استخدمت من اللي هي الشرايط او من الحبال اللي هي الكور الصغيرة الذهبي دي، برضو طعمت الكاس بتاعها او الجار بتاعها من تحت باللون الذهبي، وعملت منه فازتين بحجمين مختلفين بالشكل ده. تقدري انت بقى تبدعي بالالوان وبالحاجات، لو انت عندك الحاجة اللي انت هتزيني بيها مثلا الكور او الحاجات دي مش لايقة على الالوان اللي موجودة عندك وحابة ان انت تستخدميها، طبعا هيبقى الحل الاوفر عندك ان انت تعمليها بالسبراي بأي لون بقى انت حباه، تحولي الحاجة دي للون اللي يمشي ويليق على الألوان اللي موجودة عندك في الشقة. كلها أفكار بسيطة جدا جدا جدا، وممكن انت لو دعبستي كده شوية في الحاجات اللي موجودة عندك في الإدراج والحاجات اللي ملهاش أي لازمة، هتطلعي علب كتير جدا وهتطلعي حاجات كتيرة قوي تقدري ان انت تحوليها بأفكار كده جميلة قوي، تحوليها لديكورات بسيطة وقيمة في نفس الوقت، ومش هيبان خالص ان انت اللي عاملاها، وفي نفس الوقت هتبقي فخورة انك عملتي ديكورات قيمة جدا مش موجود زيها في اي مكان، وانت اللي عاملاها بايديكي بابسط التكاليف وباقل حاجة. هنا كمان برضو زي ما انتم شايفين هنا شجرة كده صناعية طبعا زي شجرة الزيتون كده، وعملة ماتش ما بين الكوشنز اللي هي حطاها وما بين الشمع اللي حطاه وما بين الالوان الورد او الديكورات اللي هي حطاها. طبعا لازم يبقى فيه تنسيق وتوافق بين الالوان اللي انتم حاطين عشان يطلع الشكل العام كله حلو. طبعا اي حاجه هتعملوها من ايديكم هتبقى حلوه وجميله اكيد. انتظروني ان شاء الله بكره في فيديو جديد وافكار جديده وسيده جديده. ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا ان شاء الله كل فيديو ننزله جديد، وتقولوا لي ايه رايكم فيه، واشوفكم الفيديو الجاي وسلام.